الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس يسلكون بنا أودية الهلاك. من أجل ذلك الله عز وجل يقول في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهنا توجيه قرآني مهم يقتلع هذا الإشكال من جذوره، إن كل واحد مسؤول عن نفسه، وأنه كل واحد منا سوف يقف أمام الله عز وجل لوحده. الله جل في علا يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. والله عز وجل يقول في مريم: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأخبرنا الله عز وجل عن حسرة شديدة لمن ضلوا بسبب اتباع السادة ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يعتذر أنه اتبع حال أكثر الناس؟ الله عز وجل يقول في الأحزاب: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله عز وجل يقول: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله عز وجل يقول: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الله عز وجل يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا يستوي الإيمان والكفر ولا الطاعة ولا المعصية، لأن الطيب في الجنة والخبيث في النار. لكن هنا إشكال: ما الحل إذا ضعفت نفوسنا عند كثرة الخبيث؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولذلك المشكلة الحقيقية مو إنه أكثر الناس كذا، المشكلة إنه أهواءنا وشهواتنا أحيانا تغلبنا. من أجل ذلك تكرر في القرآن أنه لا يوجد إلا طريقين: إما استجابة إلى الهدى وإما إلى الضلال واتباع الهوى. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.